من فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة من خارج الرياض رافقت مع ابنتها في المستشفى. نعم. امرأة من خارج الرياض رافقت مع ابنتها المريضة في المستشفى أكثر أيام رمضان، وكانت كل يوم تفطر على الأذان المبثوث من المستشفى عبر السماعات الموجودة داخل الغرف. ثم بعد 15 يوما أتتها امرأة وأخبرتها أن الأذان في هذا المستشفى غير صحيح، وأنه قبل الغروب ب5 دقائق على الأقل. فماذا تفعل بتلك الأيام؟ وهل عليها قضاء؟ ليس عليها قضاء، والأذان في المستشفى معتمد رسميا، ولا تصدق هذه المرأة، هذه واهمة هذه المرأة. نعم.